اليوم نلاحظ بأن هناك نفس حقوقي يرتفع بصدد أحقية المرأة في ارتداء البرقع، وهذه مقاربة حقوقية لا بد أن نحييها، ولكن بالمقابل ذلك هناك موقف آخر دفاعي يشرعين ويدافع ويقدم النصوص تلو النصوص من أجل أن البرقع حاضر في الثقافة الإسلامية. هناك مواقف أخرى وهو الموقف العلمي، ونبدو بأنه غائب لحد الآن، لأنه لحد الآن ليست لدينا دراسات حول الانحدارات الاجتماعية لحاملة البرقع، حول التمثلات والعلاقات القائمة في ظل هذا السجل التداولي. لكن لكي نفهم الأمور، ودائما أؤكد بأن السياق كفيل بإنتاج المعنى، علينا أن نعود إلى السياقات التي أنتجت البرقع في المجتمع المغربي. لا ينبغي أن ننسى بأن القارات التي تتبارى فيها الحالة التدينية في المغرب، نجد بأن هناك إسلام وهابي، نجد بأن هناك إسلام شيعي، نجد بأن هناك إسلام سني، وكل هذه القارات تتبارى من أجل الكلام أو الظفر بأحقية الكلام باسم السماء أو باسم الله. يعني كل طرف يقدم دفعاته من أنه الأجدر بتمثيل السماء بهذا المعنى. في هذا السياق، في سياق التفاعلات التي عرفها المجتمع المغربي واستيراد بهذا المعنى الإسلام الوهابي، أصبح البرقع علامة ناتئة وبارزة في مشهدنا التداولي العام. لم يعد الحجاب فقط وحده، ولكن ضاف البرقع كعلامة تعبر عن انتماء حركي إسلامي. اليوم السؤال هو كيف يمكن أن نواجه هذا البرقع، ولا من الضروري أن نواجه هذا البرقع، هذا سؤال. اليوم هناك نقاش، وخصوصا بعد صدور مذكرة بصدد منع إنتاج وتسويق البرقع عن طريق السلطات المحلية، أصبح النقاش هل من الضروري أن نمنع البرقع، وهل يوم بمقدورني منعه؟ أعتقد وأقول بأنه لا يمكننا منعه بالمرة، لأنه يدخل في إطار حرية تدينية، في إطار حرية حقوقية. ولكن إذا أردنا أن نفهم شروط إنتاج البرقع، علينا أن نعود إلى معارك ينبغي أن ندخل فيها. المسألة الأولى وهي المرأة، لا بد من أن نعيد نقاشا حول المرأة وحضور المرأة في المجتمع المغربي. المسألة الثانية وهي المجال العام، كيف نسجل حضورنا في المجال العام، كيف نتمثل هذا المجال العام. المسألة الثالثة واعتبر وهي حقوق الإنسان. اليوم ربما نعيش نوع من الردة في مجالات متعددة، علينا أعيد النظر في مسألة حقوق الإنسان. والمسألة الأخيرة وهي الخطيرة، وهي النص الديني. لا بد اليوم من قراءة متنورة للنص الديني، لا بد أن نستعيد فكرة أركون عندما قال بأنه يجب أن نفكر في الله مفكر فيه، بونسي لانبونسابل. اليوم النص الديني يجب أن نحرره، نحرره من القراءات الملتبسة، من القراءات المضادة، وعلينا أن نتناول النصوص في حقيقتها. وأتذكر ما قاله طه حسين بأننا تعرفنا على المسلمين ولم نتعرف على الإسلام.